تم قنص دنيا عبد الرحمن احمد علي سيف الساعه 5 مغرب قدام باب البيت من تبت السلال من قبل ميليشيا الحوثي الكهنوتيه. هذه الميليشيا الذي تفتقد الاخلاق، تفتقد ادنى المقومات الاخلاقيه. هذه الميليشيات لا تفرق بين صغير ولا بين كبير، وجرائمها في تعز زادت كل يوم طفل، وكل يوم عندما يحصلون على انتكاسة في إحدى الجبهات يضربون الأطفال ويضربون النساء ويضربون العزال. هذا عملهم دائما عندما ينتكسون في أي جبهة من الجبهات. جالس بالشارع ولا بأي حاني ولا بين الجهل ولا بأي حاجة، وقتل قنصة من قبل السلال قدبي على الرأس، ولا ذنب اي حاجه. بنت بيت 5 سنين ولا عمل اي حاجه، جالس تلعب دقبب ولا في اي حاجه، ولا احنا ولا عملنا اي حاجه، احنا جالسين امنين بيوتنا. واصل قمص لدقوا بيوت، واصل قمص. شمس الشمس بس اعمليها.